مبروك لنا كلنا الاول طبعا ده انتصار لنا كلنا ومبروك بارك لكم كلكم وبارك لمصر كلها والحمد لله ربنا اكرمنا امبارح المباراه الفريق بتاعنا بذل مجهود كبير جدا ودي كرة قدم فالحمد لله ربنا يعني كان المجهود الفريق وكسبنا الماتش وربنا يكرمنا في النهايه ان شاء الله عشان برضه اكون واضح احنا بنرتب مع وزاره الطيران ووزاره السياحه ووزاره الخارجيه عشان يكون في مجموعه من الطيارات تسافر تشجع الفريق لكن الحقيقه حتى الان الاسعار اللي جايه اسعار مغاله فيها جدا لان حسب معلوماتنا ان قيمه الفيزا ورسم المغادره والحاجات دي بتوصل لحوالي 300 دولار فده لوحدها مبلغ كبير جدا بيعدي 5000 جنيه قبل ما لسه ما تشوف تكلفه الطيران فاحنا الحقيقه لسه بنحاول لكن الحاجه الجديده اللي بيقولها ان في مجموعه من رجال الاعمال قالت ان احنا على استعداد لدعم هذه الرحلات ففي بعض الرجال تقدموا بمبالغ للدعم فاحنا كل اللي بنشوفه دلوقتي وكلمنا اتحاد الكوره اتحاد الكوره هيتولى من خلال احدى شركات السياحه ازاي الدعم ده يروح لكل المجموعات المسافره بحيث ان احنا نسفر اكبر عدد ونخفض اسعار السفر امتى يا فندم خليك بيبقى حسب معلوماتي السفر هيكون صباح يوم الاحد ان شاء الله ويبقى قبل النزول قبل المباراه بعشر ساعات يروح بعد كده على الاستاد وبعد المغادره بعد الاستاد على طول ان شاء الله على